أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الرئيس السيسي عبر فيديو كونفرنس مع رئيس الوزراء اليوناني كولياكوس ميسوتاكاس تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كذلك التعاون في قطاعات تغير المناخ والتحول الأخضر في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا موسعا عبر الفيديو كونفرنس مع السيد كرياكوس ميتسوتاكس رئيس وزراء اليونان وذلك بحضور السادة محافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والبترول والثروة المعدنية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فضلا عن نظرائهم من الجانب اليوناني إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان المباحثات تطرقت الى تعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين خاصه في مجال التعاون في قطاع الطاقه خاصه مشروعات الربط الكهربائي والغاز وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ والتحول الاخضر والهيدروجين الاخضر والطاقه الشمسيه وذلك في ضوء استضافه مصر للقمه العالميه للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ في نوفمبر القادم وقد توافق الجانبان على المضي قدما في تنفيذ الاتفاقيات الموقعه بينهما في تلك القطاعات سواء في الاطار الثنائي او من خلال اليه التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان وكذلك في اطار الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والاتحاد الاوروبي واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس من جانبه اشاد بعمق العلاقات المتميزه بين مصر واليونان والتطور المتنامي الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات والمستوى المتميز من التنسيق السياسي بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك معربا سيادته عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي او في اطار الاتحاد الاوروبي والتي تعكس متانه العلاقات التاريخيه الممتده بين البلدين وقد أكد رئيس الوزراء اليوناني خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين، مرحباً بالتقدم الملحوظ في مستوى التعاون الثنائي خلال السنوات الماضية، ومعرباً عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنه بمنطقه المتوسط والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالاوضاع التنمويه والاقتصاديه والاجتماعيه على المستوى الاقليمي واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول التباحث بشان موضوعات تغير المناخ والتحضير للقمه العالميه للمناخ كوب 27 والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم حيث اكد السيد الرئيس ان مصر ستتبنى مقاربه شامله خلال رئاستها لتلك القمه وانها ستاخذ في الاعتبار اولويات ومواقف كافه الاطراف وذلك لضمان خروج القمه بنتائج ايجابيه في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافه مكوناته في حين اكد رئيس الوزراء اليوناني ثقه الجانب الاوروبي في قياده مصر لقمه المناخ المقبله وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الاطار